بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بيان المجلس المحلي لمدينة جداب تلبية لرغبات ومتطلبات ثوار 17 فبراير وكافة أهالي مدينة جداب وضواحيها. يعلن المجلس المحلي للمدينة مباركته وانضمامه للجهود المبذولة بشأن تشكيل مجلس وطني يضم كافة أنحاء ليبيا على أن تكون العاصمة مدينة طرابلس الصامتة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وحدة الوطن ورفض التدخل الأجنبي على ترابه، تطلعا لبناء ليبيا الحرة ونصر من الله وفتح قريب. المجلس المحلي لمدينة جدابية 2 28 فبراير 2011.